رابط نتيجة رابعة ابتدائي في محافظة الإسكندرية 2023. وتزايدت عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة رابعة ابتدائي في محافظة الإسكندرية 2023 على مدار الساعات الحالية، وذلك لمعرفة رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي في محافظة الإسكندرية 2023 وعن موعد النتيجة رابعة ابتدائي في محافظة الإسكندرية 2023. كشفت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في مدارس الإسكندرية سيتم تحديده فور انتهاء كل مدرسة من أعمال تصحيح ومراجعة أوراق الإجابات، وعلى أولياء الأمور التواصل مع المدرسة لمعرفة موعد إعلان النتيجة. الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي في محافظة الإسكندرية 2023. الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية. البحث عن نتيجة سنوات النقل التعليم الأساسي. اكتب المرحلة الدراسية والرقم القومي للطالب. اضغط على البحث تظهر نتيجة رابعة ابتدائي في محافظة الإسكندرية 2023.